معلومات عن بابغاء الروزيلا. هل بابغاء الروزيلا عنده القدرة على الكلام؟ كيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى؟ ما هي قوة مناعة هذا البابغاء؟ ماذا يأكل بابغاء الروزيلا؟ ما هي أنواع الروزيلا؟ ما هو موسم تزاوج هذا البابغاء؟ وما هي أسعاره؟ ومتى يبلغ؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابغاء الروزيلا يتمتع بألوانه الساحرة الخاطفة للأبصار، ولكن متى يبلغ بابغاء الروزيلا؟ يبلغ بابغاء الروزيلا من 2.5 سنين إلى 3 سنوات، فهو مثل الدرة المطوقة، وتبلغ الأنثى عند عمر 2 إلى 2.5 سنين. بابغاء الروزيلا والقدرة على الكلام. هل بابغاء الروزيلا عنده القدرة على حفظ الكلمات والجمل مثل باقي البابغاوات المتكلمة؟ بالطبع، بابغاء الروزيلا عنده القدرة على نطق بعض الكلمات القصيرة جدا، فهو ليس جيدا في الكلام، فإمكانياته محدودة جدا، قد ينطق لكن بصعوبة، ويحتاج الأمر لتدريب طويل، وكل طائر يختلف عن غيره، فبعض الببغاوات تختلف عن بعضها في القدرة على الحفظ والقدرة على الكلام، لكن على وجه العموم بابغاء الروزيلا يتكلم ولكن بقدرة محدودة جدا، فهو ضعيف، حتى لو نطق بعض الكلمات ربما تكون ليست واضحة وليست مفهومة، فإمكانياته محدودة. بابغاء الروزيلا والقدرة على تحمل الأمراض. ما هي قوة مناعة هذا الطائر؟ هذا الطائر من عيوبه أن مناعته تكون ضعيفة مقارنة ببعض البابغاوات، فهو مثل بابغاء الكوكتيل، فقد يصاب بالبرد، ودائما ما يصاب هذا البابغاء بالذات يصاب بالديدان المعوية. إنه يحتاج إلى المزيد من النظافة، لأنه غالبا ما يكثر في هذا النوع من البابغاوات الإصابة بالديدان المعوية. وبالجملة، فهذا البابغاء مناعته متوسطة مثل بابغاء الكوكتيل، فهو قد يتأقلم مع الجو وقد يصاب بالبرد، لكن يجب عليك أن تهتم جيدا بالنظافة، وأن تقدم الأطعمة طازجة، أن تهتم جيدا بنظافة أرضية القفص. ماذا يأكل بابغاء الروزيلا؟ يأكل بابغاء الروزيلا مثل باقي البابغاوات، فهو يأكل الحبوب كالبلكم والفلارس وبذور عباد الشمس، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن بذور عباد الشمس أو ما يعرف باللب السوري، يجب عليك ألا تكثر من وضع بذور عباد الشمس حتى لا يصاب الطائر بالديدان، كما أنه يأكل المكسرات ويأكل الخضروات بجميع أنواعها ويأكل الفواكه، وينبغي أن تقدمها طازجة. متى يبدأ موسم تزاوج بابغاء الروزيلا؟ يبدأ موسم تزاوج بابغاء الروزيلا من شهر أكتوبر إلى شهر مارس، أي من شهر 10 إلى شهر 3، ويجب أن نعلم أن البابغاوات في القفص أي في الأسر لا تلتزم بموسم التزاوج، فقد يبيض في شهر 10 في شهر أكتوبر أو في شهر 12 في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف، لكن البابغاوات عموما والعصافير لا تبيض في الصيف، وهذا هو الأفضل. ولكن كم مرة تبيض أنثى الروزيلا في السنة الواحدة؟ تبيض أنثى الروزيلا في السنة من 20 إلى 3 في السنة الواحدة، وقد تصل إلى 4 عشوش في السنة. ولكن كم بيضة تضع الأنثى؟ وتبيض أنثى الروزيلا ما بين 3 إلى 7 بيضات كحد أقصى، ويتم تحضين البيض والرقاد عليه من 21 يوما إلى 24 يوما بحسب درجة الحرارة. ويحتاج بابغاء الروزيلا، لأنه بابغاء نشيط، يحتاج إلى قفص كبير من 90 سنتي إلى متر،
وكلما كان القفص متسعا وكبيرا كلما زادت حركة الطائر، وكلما أدى ذلك إلى صحته. وقد نضع ببغاء الروزيلا في قفص الكوكتيل، فهذا أيضا مناسب له، ولكن كلما كان القفص كبيرا كلما كان ذلك أفضل. كيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى في ببغاء الروزيلا؟ ببغاء الروزيلا من الببغاوات التي يصعب عليك التفرقة بين الذكر والأنثى، حيث يتشابه الذكر مع الأنثى بدرجة كبيرة، ويحتاج الأمر إلى تحليل الدي إن إي الحمض النووي. ولكن بعض العلامات التي قد توحي إليك والتي تستطيع من خلالها معرفة الفرق بين الذكر والأنثى، وذلك الأمر لن يتضح إلا بعد مرور سنة كاملة. أولا، يكون رأس الذكر كبيرا عن الأنثى نسبيا، وهذه العلامة لن تتضح إلا بعد مرور سنة كاملة. العلامة الثانية، يكون لون الذكر أزهى وأجمل وأبهى من الأنثى، أما لون الأنثى يكون باهتا، وخاصة اللون الأحمر، والخد أبيض فقط، أما الأنثى يكون لونها باهت. وحجم الرأس والجسم أيضا يكون أكبر بالنسبة للذكر. وأيضا من العلامات التي نستطيع من خلالها التفرقة بين الذكر والأنثى وجود ريش في جبهة الذكر مثل الشوشة، يعني بعض الريش كما هو واضح في الصورة، وهذا الأمر لا يتضح إلا بعد مرور سنة. وأيضا من العلامات وجود ريش أبيض في جناح الأنثى مثل ببغاء الكوكتيل كما هو واضح في الصورة، وهذه العلامات كلها لا تظهر إلا بعد مرور سنة. أما الفروق الصغيرة فيصعب عليك معرفة الفرق بين الذكر والأنثى، ويحتاج الأمر إلى تحليل الحمض النووي. وباختصار، كل هذه العلامات التي ذكرناها علامات نسبية فقط، أما تحليل الحمض النووي فهو الأمر القاطع لمعرفة الفرق بين الذكر والأنثى. نستطيع أن نعرف الذكر من الأنثى أيضا بتغريد الذكر، فالذكر نشيط أكثر من الأنثى ويتحرك بكثرة، كما أنه يغرد بكثرة بخلاف الأنثى. وكل هذه الأمور علامات تقديرية. وفي نهاية هذا الفيديو، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بكل ما قدمناه من معلومات، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الضغط والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.